تعود الروح والحياة إلى الملاعب. الملاعب بدون جماهير مقابر، يعني حاجة محبطة جدا. في مباراة النادي الأهلي قدام تاون شيب شفنا الجمهور في الملعب بيلعبش، اللي بيخلي الملعب روح. فبالتالي أنا بطالب إن عدد الجماهير يزيد عن كده بالتنسيق بين اتحاد الكورة والأندية والأمن طبعا. بطالب بعض المسؤولين في الأندية إن هم يكونوا أكثر هدوءا ولا يستفزوا الجماهير، ولا يستفزوا الجماهير، لأن الجماهير اللي كانت غايبة عن الملاعب النهاردة اتحولت للتشجيع على السوشيال ميديا، وبقى فيه يعني لا يعني ما ينفعش. الملعب محتاج روح، اللعيبة جوه الملعب لما بتحس بالجمهور الدنيا بتتغير تماما تماما تماما. ايفونا في طريقه للعودة الى الوداد المغربي، ارثر كوكي لاعب نادي بيراميدز ينتقل الى الشباب السعودي. المباراة المهمة غدا للنادي المصري، بنتمنى له الفوز باذن الله باذن الله. المصري والاهلي هما ممثلة مصر في الكونفدرالية ودور الابطال الافريقي. المصري كسب مباراة وتعادل مباراتين خارج الارض مع الهلال ومع نهضة بركان، فوزه غدا دفعة كبيرة جدا 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 ليه في البطولة. الفرقة فرقة كويسة، حصل تدعيمات كويسة للفرقة، معاها اتنين او جهاز فني بيقول كابتن حسام حسن المطلوب والمرشح الاقوى لقيادة منتخب مصر رغم كل الناس المرشحة. النهارده عند